كلبتي مندينو زنيها فيها اعوجاج ينفع اعمل لها دعامة. عندها العمر قد ايه يا ميد يا محمد؟ وسامن الجزار، حبيب قلبي احنا من البحيرة، العمر قد ايه؟ دعامة، دعامة اخرها 4 شهور، بعد 4 شهور ما ينفعش دعامات. ما تضحكش على نفسك عشان ما حدش يضحك عليك. عندها عام ونصف، لا ما تنفعش يا حبيب قلبي. حبيبي يا عم خالد، خالد عاطف الراجل، حبيب قلبي ربنا يبارك لك. عندي انتاج جيرمان مستواه كويس، عايز ابدلها بهاسكي او بيتبول. حضرتك ممكن تخش على الرقم اللي انت شايفه في تعليق مثبت ده، تمام، وتبعتها لنا على الواتس، وتتابع معانا قناة الواتساب الجديدة. كلبي مش بيهجم وعنده 4 شهور. بص يا حبيب قلبي، 4 شهور ده لسه جرب، تمام؟ يعني المفروض في 4 شهور ده ان احنا بنعود الكلب ان محدش يحط ايده عليه، بس ان هو بيحافظ على جسمه وعلى الكلام ده كله. الحاجة التانية، ما تعودش كلبك ان هو يشم حد كتير، ما تخلوش يشم حد، ما تخليش حد يحط ايده عليه غيرك. ده لو انت عايز بقى الكلام ده، على فكرة للناس كلها يا جماعة، الكلام ده للناس كلها، الناس اللي بتربي كلاب. لو انت جايب كلب صغير وناوي ان كلبك لما يكبر يبقى كلب حراسة وكلب شاطر محدش يعرف يجي يمه، تمام، عود كلبك من صغره ممنوع حد يلمسه غيرك. خلي كلبك يشوف الناس كلها، يشوف لكن ما يشمش. خلي كلبك يشوف الناس كلها وهو مربوط لكن ما يشمش. كلبك لو شم واحد واثنين وثلاثة واربعة بقى اسمه كلب اجتماعي، يبقى صعب شراسته. كلبك لو شم ناس كتير، واحد يقول لك طب الأسرة اللي في البيت ما يعني ما تكترش، مش كتير يعني، مش تبص تلاقي واحد يقول لك ايه اصل الأسرة اللي في البيت، تبص تلاقيه يخليه يلعب مع ابن عمه وابن خاله وابن خالته ومراته وعياله وخالاته وعماته، وتقول لي أسرة، أسرة ايه كل ده انت بتلعبه مع الدولة كلها. فيا حبيب قلبي، كلبك بالكتير لما يتعرف ويبقى عارف، يبقى عارفك انت ومراتك واولادك، اكتر من كده لا. وتخرجه تربطه في شجره او تربطه في اي مكان بره يشوف الناس، وممنوع حد يلمسه غيرك. عارف لو ما دربتش كلبك على المبدأ ده، لو ما دربتش كلبك على المبدأ ده، كلبك هيطلع شاطر. ومشيت على المبدأ ده من صغره، كلبك هيطلع شاطر. انما تروح تعرف لي كلبك على جمهورية مصر العربية والسعودية وليبيا والامارات والكويت، تعرفوا لي على الناس كلها، وجاي بعد ما يكبر يعدي سنة تقول ان انا عايز ادرب الكلب شراسة، ازاي؟ ازاي هيبقى شرس؟ انت خليت حيوان اجتماعي، انت خليت حيوان اجتماعي عارف الدنيا كلها وبيحب الناس كلها وما شافش غدر من البشر وما شافش حاجة وحشة من حد. واوعى تحط كلبك في اوضه ضلمه، واوعى تحط كلبك في اوضه معزوله لوحده، ما هو ده غلط برضه، بتحول الكلب لمشكله نفسيه. طب نعمل ايه يا عم ابو نور؟ انت دوختني معاك. نعمل ايه؟ انت دوختني معاك وانا محتار. حرك كلبك طبيعي، اتعامل مع كلبك طبيعي. يعني انا معايا كلب، هنيجي جايه كده انا ربطه وحطه في بوكس، او حطه عندي في الشقه، او حطه على السطح، كل يومين هناخد كلب بالليش بتاعه بالسلسله بتاعته، وهننزل في الشارع او على عند كافيه او اي حاجه، تمام، هربطه في شجره يشوف الناس ويشوف العربيات ويشوف التكاتك ويشوف الموتوسيكلات، ويسمع صوت القطر وهو معدي من بعيد، ويسمع صوت الباب الصاج وهو بيتقفل، ويسمع الحاجات دي كلها، تمام. يبقى كده الكلب ده تربيه سليمه، بس ممنوع حد يلمسه، لان احنا عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله شعبنا شعب متطفل، كل واحد عايز اي حاجه يقابلها في الشارع يحط ايده عليها. تبص تلاقي وانت رابط كلبك مثلا وقاعد بيه جنب شجره ولا حاجه، تلاقي واحد معدي يقول لك الله ده جميل، هو بيعمل حاجه، تدفع كام لو حليته؟ ده شعب مصر، ده اللي بيحصل معانا وده اللي احنا بنشوفه في شعب مصر يا جماعه، تمام. فهتلاقي حاجات زي كده كتير. فما تخليش حد يلمس كلبك، حط على كلبك اي حاجه اللي يلمسه يجيله كهرباء، ما تخليش حد يلمسه خالص. لان كلبك لو اتلمس من واحد واتنين وتلاتة واربعة وعرف ان البني ادمين مفيش منها اي اضرار، لما يكبر هيفضل على كده، هتبقى طبيعة فيه. تيجي بقى انت توديه لواحد يدربه او انت تقعد تدربه، حليني مش هيتغير، لازم تقعد بقى سنة تانية تقنعه ان يكون شرس.